سادة المشاهدين على امتداد بز قناة الشروق، تحية ود وتقدير لكم جميعا. حلقة أخرى في برنامج فوق العادة مع ضيف جديد، رجل يشعل الجدل في المساحة الفاصلة ما بين الحكومة والمعارضة. تقف أمامه كثير من علامات الاستفهام في الماضي وفي الحاضر، وكثير من الاستفسارات تمضي معه نحو المستقبل. هذه الحلقة مع الأستاذ كمال عمر عبد السلام، القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي والمحامي المعروف. مرحب بك أستاذ كمال في ضيافة فوق العادة. مرحب بك أخي ضياء، تحية لك ولكل السادة المشاهدين لقناة الشروق، وأتمنى أن هذه الحلقة يعني تحقق الأغراض الأساسية منها، وتبقى فرصة بالنسبة لنا لإطلالة جديدة مع السادة المشاهدين. أنا شاكر لك وشاكر لقناة الشروق هذه الاستضافة الطيبة، شكرا لك. المعلومات، يمكن نبدأ بداية نقول إن المعلومات المتاحة عن الأستاذ كمال عمر عبد السلام تكاد تكون شحيحة بعض الشيء. هل من إضافة ضرورية يمكن أن تقدم للتعريف بالأستاذ كمال عمر؟ والله حقيقة يعني أنا يعني زول بسيط في حياتي وفي التربية بتاعتي. أنا كمال عمر عبد السلام، الوالد عمر عبد السلام والمرحومة الحاجة حسيبة موسى محمد سالم، يعني تربيت في حضنهم في حياة يعني فيها كثير من المعاناة. بدأت أبوي بدأ شرطي في الجنوب، وعشت تقريبا أكثر من 14 سنة من حياتي في بحر الغزال، متنقلا ما بين واو ليرول للتونج. عشق للجنوب لمناخ الجنوب ولإنسان الجنوب في جواي كبير. انتقلت بعد ذلك للجزيرة، درست الثانوي العام والعالي بمراحل المختلفة، كل هذه حياة بتاعت إشلاقات ممتدة كده، أولاد الإشلاقات ماشي كده ضياء. ودرست القانون في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وكنت مغرم بالقانون بشكل أساسي، يمكن بحكم التربية، تربية البوليس، تربية الالتصاق بمهنة سيادة حكم القانون والقانون الجنائي والقضايا الكثيرة دي. الله قدر بوليس، بعدين لقدام قضايا حقوق أساسية، سياسة كده، دستور، استقرار، العلامات الكبيرة في المعاني بتاعت القانون المرتبطة بالدولة ومرتبطة بالاستقرار في الحياة، خاصة قضية حقوق الإنسان. أستاذ كمال، أولاد الإشلاق نعم مختلفين بعض الشيء، مفتحين أكثر من اللازم. نعم. عادة نعم. ميزات إضافية تتعلق بأبناء الإشلاق، الناس اللي بتربوا في الإشلاقات. والله يا أخي الإشلاق صحيح يعني مفتحين أكثر من اللازم، لكن نحن في الجيل بتاعنا والجيل السبقنا من رواد السياسة يعني في معظمهم يتربوا تربية إشلاقات، وتربية الإشلاقات أنها هي تربية في غالبة تربية بتاعت معاناة، فبيطلع دائما منها بيطلع الصالح صالح خالص، والطالح برضو عنده بعض الإشكاليات، لكن نحن الله قدر لنا في فترتنا دي كان الإشلاق ده يعني بدل أبو واحد، أنت ممكن يكون في الإشلاق عندك يعني عند الإشلاق كله أبوك والإشلاق كله أمك. ولذلك أنا أفتكر أنه يعني في الإشلاقات يعني اجتهدوا آبائنا، يعني أنا لا أنسب الفضل بعد الله لأبوي لوحده، لكن للجيل بتاع البوليس كله اللازم أبوي ديل كلهم ربونا وتربينا على تربية بتاعت استقامة بتاعت بوليس وقتها. والحمد لله وقرينا بمال البوليس حاجة اسمها المال الخيري. ما كان عندهم قروش عشان يتحملوا نفقات التربية بتاعتهم. تربية أولاد البوليس بتكون شديدة، يعني المهنة بتاعت العسكري بتاعت الضابط البوليس العسكري في البوليس بتكون مختلفة، يعني بتكون فيها شدة زايدة ولا بيكون فيها تراخي؟ طبيعتها كيف بتكون عادة؟ والله الطبيعة بتاعتها هي شدة، الطفنس، الشدة المربوطة بالعسكرية، الضبط والربط. وعسكرية زمان عسكرية الطوابير الحادة، الطابور ده بيمتد من مركز الشرطة للبيت، البيت كله بكون انتباه،
صفى انتباه. دي الحركة الكلية بتاعتنا كلها في الحياة. عشان كده احنا عودونا كده على سيستم في التربية، يعني في انجاز المهام. انا افتكر انها اثرت، يعني دي ما بنلقاها في الكلتشر بتاعتنا العادية. ساي في مهن كده بتديك تراخي كده، بتديك بال طويل، زي ما بيقولوا السودانيين، بيقول لك حبل المهلة، حبل المهلة طويل. هنا في حبل المهلة في البوليس، في تربية البوليس ما طويل، المهلة دي مربوطة بأجل. فدي أثرت علينا حقيقة بشكل أساسي، ما تعلمناها في جامعات ولا علمتنا له أي جهة تانية ولا أسرنا. ليه ما حاولت يعني تمضي في ذات الاتجاه إنك تصبح ضابط شرطة؟ والله شوف، الحلم بتاعي كان الأول هو ضابط شرطة، وتقدمت لكلية الشرطة. وأبوي عنده حاجة، نسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك في أيامه، قال لي البيت ده ما بيدخلوك بين يا كابين يا كابك انت. فأبوي ذاته كان عنده، بعد الله سبحانه وتعالى، عنده فضل في أنه يعني أنا حصل لي تحول من الفكرة بتاعت أنه كلية الشرطة لكلية القانون. وهو افتكر أنهم الاثنين بيخدموا القضية الكلية بتاعت القانون. انت انتميت للحركة الإسلامية في الجامعة؟ أنا الانتماء بتاعي الأول كان للحركة الإسلامية وأنا طالب في الحصاحيس الثانوية. يعني السراج حسين والسمان حسين وعمنا بحيري، ديل في الحصائص، ديل كانوا الأعمدة في القصة. أنا الحركة الإسلامية جندني لها أستاذ اسمه عوض داود، هو اللي كان اللي هو الفضل في أنا أنتمي للحركة الإسلامية وقتها وأنا طالب في الثانوي. لكن بعد الانتماء أنا حقيقة ما كنت عضو فاعل، ما كنت عضو عنده نشاط في الجامعة، ولا حتى الأركان في الجامعة ما كنت قاعد أكلف نفسي أنه أجيب فيها. واهتمامي كله من المكتبة، يعني دفعتي من القانونيين، مثلا عمر أحمد المدعي العام السابق، فطر الرحمن الجزولي، جاد الله عجيب، الفاتح حسين، معاوية حداد، وفاز الروق، مها بشرة، منار أحمد توفيق، ديل ذاتهم استغربوا يوم من الأيام لما شافوا كمال عمر ده كده في السياسة طالع كده. لانه اصلا انا طيله فتره الجامعه كانت الاهتمامات الاكاديميه لانه اتفوق. لكن حاجه غريبه، نعم، يعني زول منتمي للحركه الاسلاميه في الثانوي، نعم، وتيجي الجامعه والجامعه هي مركز للنشاط السياسي، نعم، والاعداد السياسي، انه زول يكون خامس سياسيا في الفتره دي. والله شوف، الخمول السياسي كان مربوط بالهم الاسري الخاص. يعني أنا كان بالنسبة لي أبوي صول في البوليس وعندي التزامات تجاه الأسرة بتاعتي، فكانت الأولوية بالنسبة لي، البرايوريتي بالنسبة لي وقتها كانت في التفوق الأكاديمي، فأنا أبقى محامي وكيل نيابة قاضي، كانت دي الأولويات عندي وقتها. لكن ده ما معناه أنا ما كنت مشغول بالحركة بتاعت التنظيم الإسلامي. أنا كنت عضو في الحركة الإسلامية في جامعة القاهرة في رافطون، كنت عضو، كنت بصوت في الانتخابات الاخوان المسلمين للتيار الاسلامي ايام الجبهه الاسلاميه. كنت واحد من الناس اللي قاتلت في دوائر السجانه في انتخابات الجبهه الاسلاميه. فده شكل الانتماء. كان في ناس بيحاولوا يشككوا، بيقولوا انه كمال عمر ما معروف في الحركه الاسلاميه، كمال عمر طاري على الحركه الاسلاميه، ظهر في فترات محدده، فبالتالي هم لا يعني ما بيدوك التأشيرة او بيدوك الختم بتاع الأصالة داخل الحركة الإسلامية. والله شوف يا أخي ضياء، طبعا أنا بصراحة أنا ما مشغول بالقصة دي كثير، يعني ما عامل لي أزمة. يبدو عليه أنه يعني أنا ما الجيل أنا الجيل، الحركة بتاعتي ذات حقيقة يعني هي دفعت بعدد كبير من الناس عندهم بعض الحاجات الشخصية، ما الحسد وال في التنظيمات دي موجودة. افتكر أنه كمال عمر ده قفز كده عشان يصل القطاع السياسي في المؤتمر الشعبي عشان يتولى مسألة في الأمانة العدلية في معركة المفاصلة، عشان يدخل السجون ويبقى اسمه بهذه الصورة. أنا صحيح في الفترات الأولى قبل المفاصلة يعني كنت غفزت ولا صعدت؟ أنا صعدت بجهد أخواني وبثقتهم فيني وثقة قيادة الحركة الإسلامية في كمال عمر. دي مسألة ما سهلة بالمناسبة. صعدت صعود مفاجئ. صعدت بسلسلة بتاعت ابتلاءات، اعتقالات، وتنكيل. ما تحملوا ناس في يوم بدر، في أحد، في ناس جروا على الغنائم، وفي ناس التزموا بالصف. الفكرة
في المفاصله يعني تدخل بيت الشيخ حسن ده بالنسبه الصدوق على شنو يا استاذ كمال؟ على السجون. الصدوق على السجون؟ اي طبعا. انت تفتكر السجون دي دي مرحله التمحيص اللي بتعمل بروموشن ترفع الزول. انا حقيقه اقول لك يا ضياء انا ما كنت مهموم. انا تفاجات ذاتي لما جو عشان يبلغوني بانه اول صعود لي في الامانه العامه انا لما جو مجموعه من الاخوان عشان يبلغوني بان القياده اختارتني انا في الامانه العدليه خلفا لمحمد الحسن الامين. لاحظ القصه دي. وفي وقت عصيب في تاريخ المؤتمر الشعبي وفي مواقفه يعني انا ما سعيت ليها ولا يوم من الايام. تحرص ان تدخل السجن حتى يرتفع رصيدك وقيمتك السياسيه داخل المؤتمر الشعبي؟ ابدا. ما في زول بيسعى للسجن يا ضياء. السجن ده في ناس مننا دخلوا السجن وطلعوا مشوا المؤتمر الوطني. السجن ده ما في زول بيسعى له. ما بيتحبى. لا ما زول اذا دار يحقق رصيد سياسي. ابدا. ما كان اذا دار يزعط سياسيا ما كان والله في حساباتي. يحتمل له كم شهر في السجن عشان ابدا. والله ما كان سياسياً. والله ما كان في حساباتي. وانا ذاته ذهلت في ليله الاعتقال. قعدت لغايه الصباح ما متصور بانه اخواني ممكن يعني في نظام جبناه نحن السجن فيه. ما كنت متخيله والله. وتسجنت سجن قبيحه جدا جدا بالمناسبه. انت استاذ كمال كنت حريص على انك تدخل السجن عشان ترتفع قيمتك السياسيه، يرتفع رصيدك السياسي وتحقق به ما فقدته في الفترات السابقه من وجود ومن حضور داخل الحركه الاسلاميه. والله شوف يا ضياء انا ما كانت اصلا تطلعاتي ذاته في يوم من الايام انه انا تبوأ لي وظيفه قياديه. ولا كنت بفكر في بروموشن في 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 موقع تنظيمي ببحث فيه عن نفسي. انا كنت في حركه بتاعت مسير لموقف سياسي وقتها في المفاصله اتحركت فيه مع جمله الحركه بتاعت اخواننا. وما كنت بفكر اصلا انا في قصه بتاع السجن. يعني انا ما لا اتصور انه في بني ادم. لا ما كان يعني تصريحات كان عندي تصريحات مستفزه. التصريحات المستفزه للحكومه كان من الواضح ومن الطبيعي انه يترتب عليه اعتقال كما يحدث في كل المنطقه يعني كما يحدث في السودان. نعم ده بعد الاعتقال الثالث تقريبا يا ضياء. لكن الاعتقال الاول الاعتقال الاول هو كان اعتقال وقتها لانه الصف بدا يتمايز. انا كان عندي حركه في داخل محافظه الخرطوم قوية جدا. أنا كنت من الناس اللي بفتكر أنه في بعض الناس بفتكر أنه فاصلة دي يحصروها فوق بين شيخ حسن وبين الرئيس فوق. أنا واحد من الناس اللي كنت بفكر أنه المفاصلة دي يجب أنها من فوق حتى الـ القطاعات تحت. القطاعات في المحليات لابد أنه الناس يتفاصلوا. فاشتغلت في القصة بتاعت المفاصلة بالتصور ده وده كان الخط الأساسي. وليه تحرص على هذه المفاصلة أن تكون بهذه الحدة؟ والله لأنه أنا طبعا تقديراتي أنه والموقف اللي انبنى عليه والمؤتمر الشعبي في الفكرة احنا بنتكلم عن مبادئ. يعني ما ممكن ننافق نخلي لنا جيل من المنافقين. المسألة دي لابد من تمايز الصفوف فيها. فالصف ده يجب أن يتمايز بشكل اساسي في انحياز للقضيه الطارحه المؤتمر الشعبي. ده كانت الفكره كده. يعني انت من دعاه التصعيد في تصعيد التوتر وتصعيد المفاصله بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني؟ يعني ما بتتخطى بالسؤال بشكل السؤال التجريمي ده كده. لكن عايز اقول لك انا كنت من دعاه يعني المفاصله على بينه من الامر. ووقتها لانه الكلام نحن نتكلم عن حريات، بنتكلم عن لا مركزيه، بنتكلم عن سياده الدستور، بنتكلم عن شورى، بنتكلم القضايا المحوريه الاساسيه. انا ارجع بك برضو يا استاذ كمال. انت في الفتره بتاعت الجامعه كنت غير طيب ما نقول خامل سياسيا، كنت غير ناشط سياسيا. نعم. جاءت الفترة بتاعت العشرية الأولى. نعم. كانت هنالك انتخابات المحامين. نعم. كانت انتخابات شرسة جدا. نعم. بين المرحوم فتحي خليل والمرحوم غازي سليمان. لم يكن هنالك اسم يتردد يحمل اسم للأستاذ كمال عمر عبد السلام. طبعا الحركة يسمى عندها وظائف وعندها مهام تنظيمية. أنا ما كنت في المكتب بتاع ما كنت في مكتب الفئات وما كان عندي صلة بالعمل بتاع المحامين مباشرة. كنت شغال في محافظة الخرطوم وده قطاع مختلف تماما. ده قطاع مختلف تماما عن قطاع المحامين. لكن أنا واحد من الناس اللي كانوا مهمتهم الأساسية في أنه يراقبوا الإطار الكلي بتاع الحركة بتاعت الانتخابات. لكن ما كنت ظاهر فيها.
كمحامي ما كنت صاير، لانه ما كان موكول لي تنظيميا في انه انا اسهر في الحته دي، كانت محدده لها اطر محدده بيشتغلوا فيها ناس، عشان كده ما كان يعني الناس بيحاولوا يبخسوك بيقولوا يا اخي انه الاستاذ كمال عمر كان محصور في عمل اللجان الشعبيه وهي اعمال وانشطه فرعيه. صحيح صحيح ما كانت صحيح. كنت شغال في اللجان الشعبيه، وشغال في المحليات، وشغال في الترتيبات التنظيميه التحتيه، كل هذه كنت شغال فيها انا. وما في زول، ما في اخو صعد بقى فوق قيادي في الحركه ما لم يمر بهذه المراحل. ليه انت ما ظهرت في العشريه الاولى؟ العشريه الاولى فتره زمنيه كبيره، كان الناس محتاجين لكوادر، محتاجين لقيادات تبرز، وانت كنت في عمره وفي تجربه كما تقول كانت مؤهله في الظهور في هذه الفتره. والله شوف التقديرات دي كلها بتحكم الحركه الاسلاميه في 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 في, في حركتها، هي اللي بتحدد منو اللي بيصعد ومنو اللي بينزل. انا كان كل لي مهمه اكفل ثغره محدده، كنت شغال في الثغره دي ليه اخر العشر سنوات الاخرى قبل المفاصله. لما جاءت المفاصله القرار كان في انه انا اصعد من المحليات امشي قطاع المحامين، فمشيت مسكت في المفاصله قطاع المحامين، وده كان موكول لي وبشكل اساسي انه يتولى قضيه الدفاع. ناس كانوا معك من قيادات الحركه الاسلاميه الشبابيه الطلابيه في ذلك الوقت في جامعه القاهره فرع الخرطوم، قالوا ما كنا بنعرف كمال عمر من هذه القيادات الاستاذ عبد المحبوب عبد السلام على هذا المقعد. قبل الاجابه على هذا السؤال نخرج فاصل ونعود مرة أخرى في حوار فوق العادة مع الأستاذ كمال عمر عبد السلام القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي والمحامي المعروف. كونوا معنا. السادة المشاهدين على امتداد بث قناة الشروق، عاود مرة أخرى لبرنامج فوق العادة في الجزء الثاني مع الأستاذ كمال عمر القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي والمحامي المعروف. استاذ كمال، احنا لسه في المرحله التعريفيه داخل الحركه الاسلاميه قبل ان ننتقل الى محاور اخرى. الاستاذ المحبوب عبد السلام على هذا المقعد سجل افاده بانه الناس مفترض يتساءلوا من هو كمال عمر عبد السلام الذي صعد الان فجاه في قياده المؤتمر الشعبي. والله يا اخي شوف، انا حقيقة ما كنت داير ادخل في حتة زي دي مع المحبوب، وانا حقيقة بكن له تقدير ولكل الاخوة في المؤتمر الشعبي لهم تقدير واحترام، لكن بس المحبوب زودها شوية في الحتة دي. يعني ما انا ما صعدت، انا قاعد في انجلترا في لندن، هناك جابوني عشان يخطوني قيادي في المؤتمر الشعبي، ولا هربتها من المؤتمر الشعبي لما كان الانتماء للمؤتمر الشعبي بخلي الناس ماشيين في الشارع وبيتلفتوا، ولا شلت شنطتي يوم من الايام لما سمعت تصريح للشيخ حسن واتجهت لمطار الخرطوم عشان اخارج نفسي. انا زول ثبتت في موقف احمد الله سبحانه وتعالى، ودي نعمه من الله، الثبات مش حقي انا بس، اسرتي ذاتها، وده كان الانتماء للمؤتمر الشعبي والثبات في المؤتمر الشعبي كما تعلم اخي ضياء كان جمر. فانا افتكر انه الدور الطبيعي واللي بفتكره انه هو ده جهد اخواني انا وجهد التنظيم، واللي جعل من كمال عمر كما قال الشاعر: انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صممه. انا بعذر المحبوب حقيقه، يمكن ده رايه. لا هو بقدم معلومه، قال يعني مش هو رايه، هو قال ما كان بيعرفك حتى في الفترات اللي فاتت، يعني ما انت ما كنت معروف بالنسبه والله لي. والله لكن هدي افتكر انه هدي ما شتمه، ما يعني ممكن تكون طعنة، يعني ما معناها انه بان انا ما بمتلك الحق في انه اكون قيادي في المؤتمر الشعبي. انا بفضل الله سبحانه وتعالى من قامت المفاصلة دي من الامانة العدلية للامانة السياسية في مراحل: مفاصلة، اسقاط، حوار. وانا افتكر انه احنا ما قاعدين لنا في التنظيم العادي. هل فعلا ما كانت بيناتكم علاقة اثناء وجودكم في الحركة الاسلامية داخل الجامعة القاهرة فرع الخرطوم؟ انا ذاتي ما كان عندي علاقة بهم. تقبل ما كنت قلت انك انت كنت موجود مع الحركة الاسلامية وكنت نشط، ومنشط كنت موجود على الاقل. انا كنت موجود في
انا كلمتك يعني انا ما ادعيت حاجه ما بمتلكها. أيوة. يعني انا قلت لك انه انا كنت مهموم مشغول بالقصه بتاعت القانون دي. نعم. لكن ما كنت مشغول بالتفاصيل التنظيميه. يعني التفاصيل نعم. التنظيميه ما كنت مشغول بها كثير، ولذلك طبيعي جدا. ليه الحساسيه ظهرت بينك وبين المحبوب عبد السلام؟ انا ما عندي حساسيه معه، ولا هو منافس لي في واحده من الامانات بتاعت المؤتمر الشعبي. انت استعديته، لكن انت قلت في تصريح صحفي انه المحبوب ليس قيادي بالمؤتمر الشعبي. يا اخي الكريم، انا زول بتاع قانون، انا ما بطلق الاوصاف ساكت والالقاب. يعني انا عندي بالنظام الاساسي قصه كلمه قيادي تنطبق على كل من يشغل وظيفه قياديه معروفه ومعلومه في النظام الاساسي. النظام الاساسي بتاع المؤتمر الشعبي كلمه قيادي دي قيادي. عندنا الهيئه القياديه معروفين المنتمين للهيئه القياديه منه. الأمانة العامة معروفة الانتباه للأمانة العامة قايم على شنو. أنا بالتوصيف ده قلت الكلام، لكن أنا قبل كده قلت كلام أديته حقه وقلت والله عنده جهده الفكري المقدر البزله في الحياة الفكرية، لكني ما بقدر أديه صفة ما حقته. يعني ما بقدر أقول هو قيادي فكري، عنده كتابات، عنده آراء، عنده مشاركات. يعني إذا ما كان قيادي تنظيمي هو قيادي فكري. والله يا ضياء، أنت من حقك تسمي الأشياء بمسمياتك، وانا من حقي انا اسمي الاشياء بمسمياتي انا التنظيميه المعروفه. فليكن قيادي فكري، فليكن، لكن قيادي بالتوصيف بتاع النظام الاساسي في المنطقه. يا استاذ كمال، ما بقيتوا ما عندكم احتفاء بالجانب الفكري وبالنشاط الفكري، عشان كده بتحاولوا تبخصوا اي قيادي يصر داخل المؤتمر الشعبي عنده اراء فكريه، عنده مجهود فكري، عنده اضافات فكريه. طيب يا اخي، من وفي زول اكبر قامه، اكبر قامه فكريه من الشيخ الدكتور حسن الترابي؟ طيب من عادي وهو نحن يعني ونبقى نسوي لنا مذكره 10 هو ده الشخص الصعيد، ما ده الشخص الوجود، ده مركز الوجود بيأثر داخل المؤتمر الشعبي، عشان كده بتكونوا حريصين على كسب رضاه واستعداد اخرين. يعني احنا ما عندنا ضياء، احنا عندنا معركه بتاع التحول فكري كبيره نعتز بها جدا، نتكلم عنها بكثافة، بنحترم كل أخو عنده جهده الفكري في سبيل ترقية العمل التنظيمي والسياسي عندنا، وبندي مقامه، ولكل زول فينا عنده مقامه الخاص واعتباره. ولذلك نحن ما مشغولين بالحاجات الشخصية، لأنه نحن ما قاعدين نصارع في وظائف بتاعت وزارات. ما عندنا وزارات، نحن عندنا وظائف بتاعت ابتلاءات بنشتغل فيها، لكنها تؤهل المناصب فيما بعد. والله يا اخي تؤهل للترقي الاجتماعي، للترقي السياسي والاعلامي، فبالتالي هي برضه يعني امتيازات. لكنها هي يعني ما قاعدين نطلبها، نحن علمونا كده في الحركه، ما قاعدين نطلب الوظيفه. الوظيفه دي بتجيك ابتلاء كده. ولذلك انا ما يعني انا حقيقه اقول لك كلام، في عداءات كده يعني جات بطريقه مكتسبه كده، ما مقصوده كده. لكن عايز اقول لك كلام، انا والله ما مهموم بازمه بيني وبين زول. بفتكر انه المحبوب وكل الاخوه دي اخوان بتربطنا حياه، مهمتنا الاساسيه فيها ان احنا نمشي. انا بتكلم عن المحبوب بس. انت استعديت قيادات كثيره داخل المؤتمر الشعبي. نعم والله يا ضياء، اتهاماتك ما قدرت تجيب عندي حد معين، ما وقفت عند المحبوب برضه، انت غلط. انا ما استعديت احد يا اخي الكريم. انا شغال لي شغلي ده اللي بيقولوا لي ده بدي للنهايه. بعدين استعدي منه يعني ليه؟ عشان شنو يعني الاستعداد في شنو؟ والله اقول لك كلام، دي حاجات ظهرت لعبت فيها الجرايد في مرحله من مراحل دور، ولعبت حظوظ النفس كانت ممكن تكون ذاته مني انا ومنهم هم. لكن انا الان انا اقول لك كلام في مقعد فوق العاده ده، انا ما عندي اي عداءات شخصيه يا اي اخ من اخواني في المطور الشعبي. ولا عندك فعلا عدم قبول داخل المؤتمر الشعبي باعتبار انه صوتك هو اصبح هو الصوت الاساسي والصوت المصادر لكل اراء ومواقف المؤتمر الشعبي؟ انا اعبر عن مواقف المؤتمر الشعبي كما العمر ده، ما بعبر عن قضيه جايبه من دنقله ولا جايبه من بيتهم. انا بصرف خط الحزب السياسي وبتحاسب على تصريف خط الحزب السياسي ده كله 15 يوم في اجتماع الامانه العامه. اللي بعمله انا ده من قامت المفاصله لغايه خط الحوار ده خط المؤتمر الشعبي، ما خط كمال عمر. انت استاذ كمال، ليه ظهرت اثناء المفاصله فقط؟ ظهورك ليه ارتبط بالمفاصله؟ يا اخي الله قدر لي في المعركه بتاعت الصراع بين الفكره والسلطه، انا اخترت الفكره.
أنا مؤمن بأنه في فكرة طارحها حسن الترابي شيخ حسن انحست لهذه الفكرة. أنا ما كنت وزير ولا كنت معتمد ولا كنت عندي شركة كبيرة قاعد فيها، فأنا زول كنت حر محامي مكتبه مفتوح، وبالتالي أنه عندي قدرة في أنه أميز. فالتمييز بتاعي كان في هذا الإطار، اخترت هذا الجانب. والجانب ده يا ضياء في عدد كبير من الناس وقتها كان صعب عليهم أنه يختاروا الحتة دي، يعني الله قدر لي اختار بكل ابتلاءاته وجات بكل مساغات الابتلاء ده جات الشهرة دي. الشهرة دي والله ما تمنيت يا ضياء يوم من الأيام، لكن الله قدر لي كده. عم شلون في ناس تحت بيقول انت غواصة للمؤتمر الوطني في المؤتمر الشعبي، وفي ناس برضو قالوا أنا غواصة للحزب الشيوعي في المؤتمر الشعبي في الحركة الإسلامية، وفي ناس قالوا غواصة بتاعت بحث بعث، وكل زول بيقول طبعا الكلام ما بيقروش. انت زاد بتقول انا والله ان شاء الله ما اقول يا اخي انا ما كويس. وتتواصل اتهامات استاذ كمال بانك انت بنشاطك داخل الحزب وخارج الحزب اسهمت في ابتعاد عدد كبير من القيادات التي كانت مؤثره داخل المؤتمر الشعبي. طبعا يعني انا افتكر انه المؤتمر الشعبي ده قايم على مزاجات، عشان يعني ابتعدوا ناس بسبب شخص، وعندنا ذاته قضية شخصية بيناتنا نحن عشان نختلف مع بعض فيها. أنا في تقديري أنه ده كلام ده اتهام ما سليم ولا صحيح، بالعكس الأجيال ذاتها الأجيال المختلفة أجيال الحركة الإسلامية في مسيرتها المختلفة الآن هي موجودة في داخل الحزب ممثلة في أجهزته بشكل أساسي، وما بعرف ليه زول في المؤتمر الشعبي كده مش اختار في انه يهجر العمل التنظيمي بسبب اكس او زد من الناس. ممكن ما يهجر العمل التنظيمي لكن يقلل نشاطه، يتيح المساحه للاستاذ كمال حسن عمر عشان يملك كل هذه المساحات. ما اعتقد، لانه نحن ذاته نحن قايمين على فكر على فك على توصيف تنظيمي، يعني انا ما لا استطيع ان املا وظائف العلاقات الخارجيه ولا وظائف الاقتصاد ولا وظائف المتعلقه الاخرى بالشباب والطلاب. أنا محكوم بنظام أساسي بحدد لي علاقات سياسية موقف سياسي ولا سياسي بتوصيف، فبشتغل أنا بالتوصيف بتاع النظام الأساسي. ولذلك يعني الجوطة في الأحزاب الأخرى دي الأحزاب الأخرى الجوطة فيها ما قايمة على هدى دي ده ما عندنا نحن في المطور، عشان محكوم بنظام أساسي بتحسب في كل 15 يوم زي ما قلت لك في أداء التنظيمي فيه. لكن أنت صعدت للأمانة السياسية داخل المؤتمر الشعبي على حساب الدكتور بشير آدم رحمه. يعني هي مقولة بالشكل زي ده كأنه ما نحن قاعدين لنا في اسمه شنو في نادي، وأنا قلت لك النظام أساسي القيادة بتختار أنا ما بختار، يعني أنا حاسة كان خيروني يوم من الأيام الأمانة السياسية وقتها ما بختارها، ولذلك القصة دي محكومة بالترشيحات بيقدمها مكتب، المكتب تنظيمي بيعملها وبيجيبها للأمانة العامة، الأمانة العامة بتطرحها للقيادة، فدي سلسلة من الإجرائيات بتتعامل في داخل الحزب. يعني ما ممكن تقول أنه كمال عمر والله صعد في محل بشير هذا، أنا ما عندي إرادة في المسألة ولا عندي اختيار. ولا عندك سعي؟ ولا عندي سعي ذاته. يعني ولو مشيت أنت عشان تسعى لأي وظيفة أخلاقنا بتقول ما بدك ليها، يعني ما بتلقاها. لكن بقول انه انت اصبحت قريب جدا للدكتور حسن عبد الله الترابي، اصبحت يعني من القيادات بدل نقول المدلله لكن القيادات الالف الدائره الضيقه بتاعت الدكتور حسن عبد الله الترابي، لذلك تختار لنفسك ما تشاء من مواقع. هي بحكم الوظيفه السياسيه، انت عارف اقضي عسى هنا الاحزاب كلها في غالبها كده لانها بتشتغل سياسه ما بتشتغل الحاجات الثانيه المتعلقه بالمجتمع، فالناس بتكرر الوظيفه السياسيه دي هي اعلى وظيفه واكثر وظيفه بيطلعوا عليها الناس. نحن في داخل المؤتمر الشعبي هي دي جزء من حركه بتاعت مسيره بتاعت امانه عامه، انا لم اتطلع يوم من الايام ليها. قربي من الشيخ الدكتور حسن ترى ما بنكره انا، وده ناتج عن الوظائف السياسيه بتاعتي اللي بأديها انا، فانا مضطر في اليوم الاقي شيخ حسن 3 ولا 4 مرات عشان اناقش معاه كل اللي بيحصل الترتيبات اللي بتحصل. فاذا اتخطيت في دائره حواليه دائره ضيقه ده بحكم الوظائف اليوميه للحراك السياسي الموجود في البلد، لكنها ليست حظوه بختارها انا ولا بيختارها شيخ حسن،
تختار الوظيفة دايما بتخطك في الحتة دي. وأنا ما شاعر أنه في دائرة ضيقة نحن قاعدين اثنين ولا ثلاثة فيها. نحن شيخ حسن ده لو دار تعمل لو عملت أي موقف بيجيب الأمانة العامة كلها بيعرضها على الأمانة العامة وبتجاز بشورة وبناقشوه كل أخوانك ديل. التجويز ذاته الحصل في الأداء بتاعنا ما جينا بيه وأن إحنا من جامعة ولا من مدرسة بسبب التنظيم ده، رعاية تنظيمية في مواقفك في مفرداتك اللي بتختارها في سلوكك في تصريحاتك. فدي بس ما دي مسألة تختلف مع دكتور حسن عبد الله الترابي. شنو؟ تختلف في مرات بتختلف مع دكتور حسن عبد الله كثير قاعد أختلف معه كثير. اختلفت معه على شنو؟ يعني ال في الخلافات مثلا ممكن يكون مثلا في اطار بتاع تقديم حاجه انا بفتكر ان يتاخر شويه في التعبير عن قضيه، انا بفتكر ان الوقت انه احسن نعبر عنها هسه حاجه في اجرائيات في اجرائيات. لكن الحاجات في المواقف ما في خلافات بيناتكم؟ ما عندي اي خلاف معه في المواقف. في التعبير عن المواقف نكاد نكون كامانه عامه متفقين على التعبيرات في المواقف الكليه كلها، لانه نحن بنناقش الامر وبيعرضه شيخ حسن بيعرضه بنناقشه وبيحصل مداوله فيه بعد ما يعني مساحه الخلافات بيناتكم مساحه الاختلافات بين مش الخلافات الاختلافات بتاعتكم بتكون محدوده. والله يا اخي محدوده. نعم محدوده صحيح. الناس ممكن يفسروا المساله دي بانه انت يعني تتعامل مع الشيخ باعتباره مصدر، يعني مصدر توجيه ومصدر ارشاد، وانت بتتعامل معه كانك حوار له. يعني يا اخي انت اقول لك كلام، في القصه بتاعت انك انت تبقى حوار لشيخ حسن دي مساله سهله؟ تبقى حوار لمفكر دي مساله ما سهله، دي بيتمنوا كوزولها ناس كواسه. انا ما حوار، لكن انا بتمناها ذاته انه انا ابقى حوار. اقول لك بشكل اساسي وموضوعي، ليزول الفكره بتاعته مش متقدمه، ده كل الناس بيسعوا للسقف بتاعه الرافعه ده في فكرته، الناس كلهم بيسعوا في انهم يبقوا ترابي يعني. فأنا أتمنى والله يبقى حوار له، لكن ما حوار، أنا زول قاعد ألتزم بمواقف سياسية بتتخص في داخل الحزب وبعبر عنها. لكن أنا بالنسبة لي لو سألتني عشان أتكلم معك بصراحة بوضوح وما بداريها، أنا محبتي لشيخ حسن تكاد تتفوق على أي محبة لإنسان قاعد في هذه الدنيا. وده أنا أقول لك الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، ده مش معلم، ده معلم ومفكر. أنا مرة قلت أسطورة الناس قلبوا الدنيا فيها، لكن ده زول ما طبيعي في توجيهاته. يخدم في انبهار زايد يا اخي، خليني انبهر اكثر من الانبهار الزايد اللي انت بتتكلم عنه ده. انا ما عامل لي اي ازمه ما دام انا مؤمن بالفكره الكليه الطارحه من حريات. بس ما شايف اي منقص او مصدر بتاع نقد لدكتور حسن عبد الله الترابي؟ كيف يعني؟ انت ما عندك اي تحفظ على الدكتور حسن عبد الله الترابي كقيادي سياسي كمفكر؟ عندك اختلاف معه في بعض الاراء؟ انت متماهي معه تماما؟ يعني هي ما قصة بتاع التماهي، انت بس في قصة بتاع التماهي. هي يعني خلينا نتكلم في اطار الفكرة اللي بيعبر عنها اللي بيتكلم عنها هو. اذا كان الشيخ الترابي في الاصول التجديد بيتكلم عن اصول التجديد في التفسير التوحيدي وبيشرح كل الايات القرآنية دي من النموذج بتاع دولة المدينة تأسيس الاول، ايات الوحدانية كلها، الايات المتعلقة بالحكم، بيألف كتاب اسمه السياسة والحكم، بخط الأصول القرآنية في مساغات الصحيحة في مواقع الصحيحة، اجتهادات يؤخذ منها ويرد، اجتهادات يؤخذ منها ويرد. أنا ما قلت لك أنت حسا أبقى يعني أنت ولا غيرك يا ضياء يا أستاذ ضياء آراء الترابي، هو ذاته ما قاعد يقول فتوى، بيقول آراء عشان يفتح الباب للناس التانية. أنت مختلف معه في أي شيء؟ يا اخي انا مختلف معاه في بعض قلت لك في بعض الجزئيات. ما عندك تحفظات عليه كقيادة سياسية في بعض الجوانب؟ ما عندي اي تحفظات عليه، ما عندي اي تحفظات. انا افتكر انه ده زول متقدم في فكره وبيدير شورى كبيره جدا بيناتنا نحن، وبيؤمن بالشورى وبيؤمن بمواقفنا نحن، وبالتالي ده اتحفظ عليه في شنو يعني؟ ده لا زول دكتاتور ولا بيسعى عشان يفرض ارادته على الناس وطارح قضيته بطريقه بتاعت شورى، بالتالي انك انت ملزم في انك تحترمه. عندك اعتقاد روحي فيه؟ والله يا اخي اتمنى ذلك. انا شاعر انه انا قلت قبل كده علمنا الصلاه، الصلاه علمنا ليها الناس قلبوا الدنيا في علمنا الصلاه دي. عارف علمنا الصلاه دي شنو؟ نحن زمان كنا كلنا كده وحسه معظمنا كده كويس. سبحان الله سبحان الله سبحان الله دي بيقولوها ما عارفين معناها. الشعائر المرتبطه باصول الدين ما عارفينها. الايات القرانيه ذاتها تلاوتها ما عارف. لما انا قلت الكلام ده انا قلت لانه هو ذاته فهمنا الاصول كيف الصلاه دي توصلك بالله سبحانه وتعالى. فدي قضيه فكريه ذاتها يعني. ما يعني انا افتكر انه اللي بيقدمه شيخ حسن للحياه العامه ولل لل لل للدين
كبير جدا يعني من دواعي الاحترام. خلينا نقول بأنه والله الآن هو بقدم نموذج كبير، لو اختلفت معه بتختلف معه في بعض الجزئيات الصغيرة، لكن هو ذاته ما مطالبنا قال يا جماعة تعالوا ابقوا نسخة مني. لا، افتكر انه الفكرة الطارحة هو بيخليك انك يعني تحترمها وتؤمن بها بشكل اساسي. الاستاذ كمال ينتقل بين المواقف، ما بين المعارضة الشرسة الى المهادنة الى المسايرة. الاستاذ كمال كثير من الاستفهامات حول المتغيرات الأخيرة في مواقفه السياسية، من مناهضة الانتقال من مناهضة الحكومة إلى الاقتراب إلى ما يمكن أن يوصف بالموالاة. هذا هو الجزء الأخير في حوار فوق العادة مع الأستاذ كمال عمر عبد السلام، القيادي البارز للمؤتمر الشعبي والمحامي المعروف. كونوا معنا. في أصوات تدعو للتغيير العسكري داخل المؤتمر الشعبي بدون ذكر الأسماء، ممكن في أي تنظيم تكون في أصوات زي تصر، لكن هل في المؤتمر الشعبي في أي لحظة من اللحظات برزت أصوات ولو خفيضة تدعو للانقلاب؟ والله يا أخي أنا عشان أكون صريح معك، ده وده ده ده برنامج اسمه للتاريخ. فوق العادة وللتاريخ كانت أصوات ضئيلة جدا لا تسوى، ولم تستطع أنها تأخذ لها حيز في داخلنا. في ناس بيفتكروا انه بالظلم اللي وقع علينا وبالحصل لنا من قبل النظام ده من اعتقالات وتنكيل، انه الجماعه دي اللغه اللي انتم بتتكلموا عنها دي ما بيفهموها، وبالتالي انه اسلم طريقه للحل هو الانقلاب او العمل العسكري، لكنهم دي لم يستطيعوا انهم يفرضوا موقفهم ده لانه كانوا قله ولقدام اقتنعوا ذاتهم بانه دي القصه دي ما عندها جدوى، ومنهم طلعوا مننا وش اختاروا العمل المساواه مع العدل والمساواه. نعم، الشبهه بتاعت ارتباط كون الجناح العسكري العدل والمساواة هي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي في فترة من الفترات، حتى إذا ممكن الآن تكون على استغلالها، لكن ما شايف أنه عندها مصوغاتها، يعني عندها مبرراتها على الأقل على المستوى المتابعة والرصد للقيادات اللي هي يعني انتمت للعدل والمساواة وكان عندها خلفيات انتمائية للمؤتمر الشعبي. والله شوف، هي دي الفكرة دي ذاتها جات، أنا في تقديري أنها جات من حيثيات كان وقتها الخلاف الداخلي بيناتنا وصل مراحل قبل ما تنشق الحركة الإسلامية. في ناس اختاروا انحازوا لنا تماما في المفاصلة، وكانت تقديراتهم أنهم الحكومة دي ما بتفهم اللغة بتاعت الطارحة شيخ حسن، ومشوا للعدل والمساواة مباشرة. في ناس استمروا معانا، الظلم اللي وقع عليهم خلاهم انهم يختاروا حركة العدل والمساواة ويختاروا الاسلوب العسكري، لكن يوم واحد احنا ما كان عندنا ارتباط عضوي ولا فكري بينه وبين حركة العدل والمساواة في العمل العسكري. الناس بيعتبروا انه دي جزء من الانكار السياسي المعتاد في السياسة السودانية، وبرضو انت عندكم سوابق من امشي الى القصر حاكما ولا رئيسا وساسحب الى السجن حبيسا، يعني في سوابق بتقول انه انتم حتى في اول الانقاذ كنتوا بتنكروا انه الانقلاب ده انقلاب اسلاميين، فبالتالي في تشكيك في المصداقيه يا استاذ كمال كبير. والله شوف، احنا ما بندخل في وجدان الناس ولا بنمارس وصايه على الناس، الناس من حقها انها تفكر، لكن احنا من حقنا احنا نثبت عكس ما هو مطروح. من حقنا هي. انا افتكر انه البدايه في اخفاء الانقلاب كان عندها ضروراتها، ما كان في انقلاب في المنطقه يقوموا به اسلاميين، ولا في امكانيه انه اسلاميين يصلوا للسلطه عبر الديمقراطيه ويستمروا، والتجارب دي اللي تحسها بدون الاشاره اللي انت معروفه. ما نزال اقول لك انه ممكن يا استاذ كمال بعد 10 سنوات يعني تأتي على مقعد آخر وتقول والله نحن أخفينا علاقتنا بالعدل والمساواة وبعدم وجود نية لنا لإحداث انقلاب لأنه الظرف لم يكن يسمح، وكان ذلك تكتيكات سياسية في المرحلة وكذا. طيب أنا أقول لك كلام للتاريخ، وفي برنامج توثيقي للتاريخ نحن ما عندنا علاقة بالحركة العدل والمساواة. صحيح وقت الظلم ده بيكون عندنا عواطف كده، عواطف جوانا تجاههم، ما لانه الظلم وقع علينا دارين كنا في واحدين بيفكروا جوا كده والله تغيير يحصل باي شكل، لكن الحزب ما بيسمح لك انك انت كمال. نعم استاذ كمال. نعم، هل في لحظه من اللحظات
راودك اي شعور بضروره العمل العسكري لاصغاط النظام حقيقه؟ والله حتى ولو حسمته بالنقاش. انا راودني شعور في يوم من الايام انضم لحركه العدل والمساواه جوا في داخلي ده. يوم من الايام راودني شعور انه انا انضم لحركه العدل والمساواه، ما بنكر لك القصه دي، لكنها الالتزام التنظيمي والعودة إلى الله سبحانه وتعالى في كثير من التفكير خلانا نعمل مراجعة حقيقية لنا. وإحنا ضلوا سبحانه وتعالى، أنا ما اخترت الطريق ده مش لأنه العدوى المساواة بطالة، لأنه البلد ذاته ما بتحتمل العمل العسكري. طيب الانتقال، هل كان فعلا الانتقال مفاجئ؟ الانتقال انتقال المؤتمر الشعبي وانتقال كمال عمر على مستوى التعبير من مناهضة النظام الى الاقتراب منه اكثر، هل كان المزلة دي فعلا كانت مفاجأة؟ ما كانت مفاجأة، كانت بقراية واقعية وبموقف واقعي في علاقة مع المعارضة. نحن قبلها النظام ما كان بيحاورنا، بيحاور المعارضة دي كلها وبيعمل معاه اتفاقات، والمعارضة الحاسة صوتها عالي رفض الحوار دي دخلت البرلمان وشاركت في إجازة قانون الأمن وعملت التراضي مع النظام وشاركت في وظائف قيادية داعية النظام في السلطة، ده كله عملته هي. نحن الوحيدين اللي كنا استثناء على هذه القاعدة. نحن في علاقتنا مع المعارضة شعرنا أنه هذه المعارضة جامعة كراهية للنظام، ما عندها رؤى. بعدين احنا ما دخلنا بلد كلها في متاهة عشان معارضة عايزة تنتقم. ما كنت جزء من الكراهية دي برضه؟ خلاص احنا كنا جزء منها، لكن لما اتفتح لنا باب في حوار الطرح فيه 6 قضايا بتاع أزمة البلد، فيه الحريات، فيه قضية كيف يحكم السودان، فيه الاقتصاد، فيه الهوية، فيه العلاقات الخارجية، يعني ما معقول دي كلها قضايا الأزمة التاريخية، ده حوار غير مسبوق طرحه النظام. دخلي ده هذه المواضيع نوغشت في نفاشة، نوغشت في ملفات كثيرة، يعني ما جديدة يعني. يعني خلينا اختلف معك، أنا نوغشت في نفاشة ثنائيا وبمجتمع دولي ما كانت بإرادة حرة، ما كان باستعداد كامل للتغيير، ما كان بخارطة بتاع الطريق، كانت كلها الغرض بتاع الأساسي. الناس جوا في نفاشة كانوا جايين للسلطة، ما كان جايين نعملوا تغيير في قضية كيف يحكم السودان الطال، القضية التاريخية. هل كنتوا المعارضة؟ نحن كنا معارضة، نحن ما كنا جزء منها. كنتوا المعارضة الآن بانتقالكم؟ نحن ما كنا المعارضة، المعارضة هي خانة المبادئ المتفق عليها بيناتنا. لما نأيدوا انقلاب في مصر دي خيانة للمبادئ، لما نقيفوا مع العمل المسلح دي خيانة للمبادئ، لما يرفضوا حوار مطروح فيه كل 6 قضايا بتاعت الأزمة السياسية ده خيانة للمبادئ، لما نحن نقعد نعمل ترتيبات. العمل المسلح انتم وقعتوا في الميثاق بتاع كمبالا. نحن يا ضياء عشان ما تحصل مغالطات، ما تم التوقيع على الفجر الجديد وجينا عملنا بيان، الزول العمل الوقع ده ما كان مفوض من القيادة أنه يوقع، وجينا قلنا عملنا موقفنا وجينا عملنا 13 تعديل عليه عشان ننقل المعارضة المسلحة دي من مرحلة العمل المسلح لمرحلة العمل السلمي، وما اقتنعت. احنا ما وافقناها في العمل المسلح، بالعكس كان احنا علاقتنا معها قائمة في أنه نقنعها عشان تجي للعمل السلمي. طيب أستاذ كمال، انت بتفتكر عن الحوار ده ممكن يعني يقود للحل؟ افضل الخيارات الان المطروحه لحل ازمه البلد الان هو الحوار الوطني ده، حوار حر الناس بيناقشوا ازمه البلد في قاعه الصداقه مفتوحه للكل ومتاح للناس كلهم يقولوا رايهم، وده اسلم وسيله. حوار تحت وصايه المؤتمر الوطني؟ ما في وصايه من المؤتمر الوطني، القصه بتاعت رئاسه الرئيس للجنه العليا يا ضياء ده كلام فارغ، ساي ده كلام بتاع مزايدات سياسيه ساي، ده نحن قعدنا معه اكثر من 17 اجتماع بيوزع فرص للناس وبيحترم إرادة الناس. يعني أنا لو مو عشان مختلف معه يا أخي تدرني أنا أجيب أمبيكي عشان أرئس لحوار وطني يفضي إلى وفاق سياسي بتاع سودانيين؟ دارني أجيب المجتمع الدولي تحت الفصل السابع زي ما بيتحدثوا الناس في الخارج عشان يبقى وصي على إرادة الشعب السوداني هو غطاء لتوحيد الإسلامي؟ حوار في شكل غطاء لتوحيد الحركة الإسلامية مرة أخرى؟ يا أخوي اسمع، نحن قصة توحيد الحركة الإسلامية دي ما خايفين من زول فيها عشان أديسها ولا ده سنة، نحن مستقبلنا دارين نوحد الحركة الإسلامية دي، دارين نعمل تيار إسلامي ضخم زي ما عملنا قبل كده جبهة الميثاق وعملنا الجبهة الإسلامية، الآن بنضع في تصورات عشان نعمل تيار إسلامي كبير في حزب للمعركة السياسية الجاية. لا صحيح الآن أولوياتنا نحن في الحوار الوطني دارين نوحد الناس
حول قضايا البلد. نحن دايرين نعمل استقرار في البلد. في تفاهمات سرية بينكم وبين المؤتمر الوطني لم يعلن عنها بعد؟ ما في تفاهمات سرية، نحن الكلام بينه وبين المؤتمر الوطني ده في الترابيز برا، وعلاقتنا معهم ولا ده السنة، واجتماعاتنا مع بنجتمع بيهم وبنلاقيهم، وهم بيحترمونا الآن ونحن بنحترمهم، وهم الآن أقرب لنا ونحن أقرب لهم، والمستقبل بين... يعني هنعمل يعني أنت لو ده أنت يا أستاذ كمال أسع نعم. الحوار اللي بتمجد فيه ده نعم. أنت في تصريحات صحفية نعم. قلت عملية الحوار عملية تجميلية للنظام نعم. صرحت تصريح زي ده نعم. قلت وصيغة الإصلاح الوطني هي وصيغة لتدمير السودان نعم. الصحف واليوتيوب كلها توسخ هذه الإفادات لكمال العمر نعم. لكن الصحف واليوتيوب ما يجي يوسق لكمال عمر المحاور الستة، ده كلام مختلف. الحوارات يا أخي الكريم الأولى اللي كان بيعملها النظام في كنان وفي غيره عملت التصريحات دي بعد الوزبة بعد اللقاء بتاع الوزبة الشهير في برنامج الاتجاه المعاكس نعم. قلت هذه التصريحات ولو عدت للاتجاه المعاكس وفي برنامجك انت الذي لا يقل عن الاتجاه المعاكس انه هذا الحوار حوار موضوعي لحل أزمة البلد، والنظام الآن عمل الحوار ده بقى ما حوار حقه، بقى حوار كل السودانيين عشان يعمل وفاق سياسي كامل. تبين لي الآن الحق، تبين لي بشكل أساسي الحق. زمان ما كان واضح لك يا أخي؟ أقول لك كلام الحق ما كان, ما كان واضح لي زمان الحق ما كان واضح بالشكل بتاعه الواضح الآن. أنا قعدت معهم، أنا لما انطرحت القضية بتاعت الوسبة دي النظام كان عنده تجربة كده في كنانة، الآن التجربة دي غيرها، عملنا خارطة طريق. أنا لما قلت الكلام ده ما عملنا خارطة بتاع الطريق، ما كان فيه ستة قضايا يا أخي. لو حصل تحول إيجابي هم مشوا لحاجة كويسة، أقول أنهم بطالين وحاكمهم بتاريخهم. قلت الحوار طبخة الآن سياسية نعم؟ دي ما مقولات للتاريخ، قلت الحوار ده عبارة عن طبخة سياسية. كان شوف المقولات اللي قلتها طبخة سياسية، والمقولات اللي قلتها أنه النظام لابد من إسقاطه عبر الثورة الشعبية. شوف المقولات دي ما طلعت من السياسة، دي دعم ذاته الحوار الراهن الآن. الآن حصل تحول، النظام تغير، ده ما عاد النظام الزمان اللي كان بيحاور في كنانة وبيحاور في أبوجة وفي غيره، طارح قضايا البلد كلها. يعني لما نجا في الوضع الحقيقي والوضع الصادق ما أقول لهم أنتوا صح، يعني أقول لهم أنتوا غلط، يعني حاكمهم بتاريخهم. ما كل القوى السياسية دي كلها عندها تاريخ. رأيك شنو جدا. رأيك شنو فيما يحدث في الجبهة الثورية الآن؟ والله طبعا هو أنا متوقع طبعا إذا كانوا هم بيختلفوا الآن في رئاسة الجبهة الثورية، تفتكر يا ضياء لو جو هنا الخرطوم هنا حيعملوا لنا شنو؟ يعني حيسووا لنا شنو؟ ديل الآن بيختلفوا في وظيفة بتاعت رئاسة حد لجبريل ده اتفقوا عليه، لكن ناس ياسر ما دارينه طبعا. ناس ياسر دارين يعملوا تغيير لليسار، عايزين اليسار ده هو اللي يعمل التغيير ويجوا أبطالهم ويغير في نفاشة ده مشروع السودان الجديد، يبقى رئيس جمهورية هو وجون قرن الجديد بتاع السودان. يعني ما معقولة هي، إذا كان هم بيفشلوا في رئيس ما قادرين يختاروه، معقول دي اللي يحكم السودان يا أخي؟ عشان كده قلنا لهم يا جماعة حس بعد القصة بتاعتكم دي تعالوا يا جمال الحوار ده ساي. أستاذ كمال ممكن تكون أنت جزء من طاغم حكم السودان القادم؟ والله يا أخي أنا ما سعي لها وأتمنى أن لا أكونها، ولو جاء لو الله قدر لي أكون فيها بتحمل الأمانة يعني، لكن أنا ما بسعي لها والله. لكن أنا تطلعاتي الأساسية كسياسي شغال فيها أنه البلد يحصل فيها استقرار. تطلعاتي الأساسية في البلد دي أنه الناس اللي قاعدين في الكراكير وفي معسكرات النزوح ومعسكرات اللجوء والبتجربة والناس برا مع المجتمع الدولي تنتهي المعاناة دي. معسكرات تتحول لمدارس، تتحول لمستشفيات، تتعامل تنمية حقيقية. والله يقول لك كلام، والله المطروح في الحوار ده الآن يحقق كل هذه القضايا، والمطروح خارج مظلة الحوار يبقي على الناس اللي قاعدين في الكراكير ديل حتى الموت. شكرا لك الأستاذ كمال عمر عبد السلام القيادي بالمؤتمر الشعبي والمحامي المعروف على هذه الإفادات الساخنة وعلى هذه الآراء الجريئة. نشكرك أنك كنت ضيف على برنامج فوق العادة، ونتمنى أن نلتقيك في حوارات قادمة إن شاء الله، نتيح لك فرصة أخيرة. شكرا يا ضياء، كتر خيرك. يعني صحيح دورت نفسنا كده، لكن البرنامج ذاته طبيعته فوق العادة، يعني ممكن تكون عادي كده انك تتعامل بهذه الاسئله الساخنه. واتمنى انه حقيقه أن اكون انا قدمت الشيء من المطلوب، واسال الله سبحانه وتعالى كل اخواننا الفنيين والاخوان اللي بيعملوا في هذه القناه المحترمه ليهم التوفيق، وجزاك الله خير وكثر خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ كمال، وشكرا للمشاهد الكريم على متابعه فوق العاده،
ونستمر في حلقات قادمة إن شاء الله في حوارات مع شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية مؤثرة على الواقع السوداني. والسلام عليكم ورحمة الله.